الآن عيشة شو مع لطيفة. منورانا الفرقة الموسيقية كمان منورنا وجمهورنا طبعا دايما منورنا. مشاهدينا في مصر والوطن العربي معنا سوبر ستار ونجمة الوطن العربي الفنانة الكبيرة لطيفة. ازاي؟ اهلا بيك. الف مبروك على برنامج حكايات لطيفة. عايشك عايشة، شكرا. ميرسي ليك ومبروك انت هالبرنامج الحلو وهالديكور الحلو. طبعا عايشك الله يبارك فيك. مبروك وانت منوره مصر. عايشك الله يبارك فيك حبيبتي. اهلا وسهلا. وفي البوم جديد وصل لفين؟ بنسميه خلاص، عارفه اتولد في التاسع خلاص. اسمه ايه؟ لا لسه بقى، يعني قريب جدا كل الناس هتعرفه. طب خلينا نشوف بروفايل وبعدين نرجع نكمل كلامنا. يلا يا ريت. بروفايل زياد الرحباني وعمار الشريعي ولحن لها كاظم الساهر ألبوم كامل. يوم ما قررت تدخل مجال التمثيل دخلت عن طريق مخرج عملاق زي يوسف شاهين اللي اختارها تمثل في فيلمه الشهير سكوت هنصور. رغم كل الأسامي الكبيرة دي في عالم الفن إلا إنها كان هدفها في النهاية إنها تأكد على النجاح معاهم، ما يكونش مجرد إن يكون اسمها اتعملت معاهم. والدليل إنها بعد ما اشترت ألحان من موسيقار كبير حلمي بكر ما غنتهاش لانها ما لقتش نفسها فيها، وده كان سبب خلاف كبير بينها وبين حلمي بكر اللي اتهمها بانها بتنتج لنفسها. لطيفه شايفه ان انتاجها لنفسها مش عيب، وبتستشهد بان محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ اسسوا شركه صوت الفن، وان محمد فوزي كان بينتج لنفسه وام كلثوم. ومع انهيار سوق الكاسيت شايفه ان الفنان لازم يصمد، خاصه بعد اختفاء شركات الانتاج الكبيره اللي اكتفت بالتوزيع فقط. 25 البوم وعشرات الاغاني السنجل، ده ملخص تاريخ لطيفة عابرة الأجيال الفنية اللي غنت بالتونسي والخليجي والمصري والفرنسي. بس التاريخ ده أثر على حياتها الشخصية لأنها شايفة إن الزواج والفن درتين عمرهم ما يتفقوا مع بعض، وإنها مؤمنة جدا بنصيحة الشاعر محمد عبد الوهاب ليها بإن الفن زي الفريق ما بيحب الشريك. لطيفة بتقول إنها تزوجت الفن ومتأقلمة من غير ما يكون عندها أولاد، بس هل ممكن تندم بعدين زي فنانين كتيرة سبقوها في الخطوة دي وبعدين ندموا بعد كده؟ لطيفة مع عيشة. حلو قوي على فكرة، حلو قوي البروفايل. ميرسي لطيفة. ما شاء الله مسيرة طويلة جدا وكلها نجاحات، ايه اهم محطة في حياتك؟ هو ده السؤال الصعب بقى، انه اهم محطة. انا اعتقد انه البداية اللي انا فخورة بيها جدا واللي أنا تعبت فيها جداً هي كانت من أهم المراحل. بدايتي إن كانت في تونس وأنا طفلة، أو بدايتي لما جيت ودخلت أكاديمية الفنون في مصر وابتديت شوية شوية عشان أفرض نفسي بأول ألبوم اللي هو أكتر من روحي بحبك بعتبره أنا، يعني كان في ألبومين قبله بس أنا أعتقد أنه أكتر من روحي كان بداية حقيقية بالنسبة لي، كان صعبة. التمثيل عندك عمل مسرحي وعمل سينمائي ودراما مسلسل، ايه اكتر عمل حقق طموح لطيفة؟ مش عارفة هتصدقيني ولا لا، بس انا هقولك انه كل عمل فيهم حقق لي نسبة كبيرة من طموحي، بس اهمهم بدون مجاملة يعني هو فيلم سكوت هنصور. كان اهم عمل بالنسبة لك؟ كان اهم خطوة، كانت خطوة الخيال والحلم اللي أنا حلمت بيه من وأنا صغيرة. أنت عارفة يعني إيه يوسف شاهين يختارك في فيلم وفيلم غنائي وغنوة تكسر الدنيا اسمها تعرف تتكلم بلدي، فكنت قدام مشروع غنائي مشروع حياتي. وقتها كنت كل اللي أنا مركزة فيه إن أنا
أعمل العمل ده كويس. جه بعدها على طول مسرحية حكم الرعيان. يمكن ربنا سبحانه يعني الحمد لله حقق لي حلم أنا ياما حلمت بيه وأن أنا طفلة. بعد كده اداني حلم تاني اللي هو حكم الرعيان المسرحية مع الأستاذ منصور رحباني. وعلى طول بعدها حلم تالت ألبومي مع الأستاذ زياد رحباني العملاق زياد رحباني. وحلم الدراما كان مهم وحبيته قوي. حاسة أنك نجحت في الدراما؟ أعتقد أن أنا نجحت لأنه جات لي مشاريع كتير. بنسبة بعدها كام؟ بص النجاح بتحسيه لما قنوات كتير تطلب هذا العمل وتعرضه وقنوات مهمة. هو ده النجاح، وإنه الناس تفتكرك والناس كلها تحكي عن لكن إزاي تقيمي غنوة ده حاجة تانية بقى. نجاح غنوة، نجاح غنوة يتقيم إزاي؟ إنه الغنوة نجحت لما أمشي في الشارع وأسمعها في كل مكان، في التاكسي، في المركب، في على السوشيال ميديا. سيبك من الأرقام، الأرقام تمام، إنه أوكي ممكن غنوة تعمل رقم مثلا على اليوتيوب وكده، كل ده ممكن يتعمل بالفلوس يعني عادي يعني. لكن الغنوة اللي تتغنى في الشارع يغنيها الطفل ويغنيها الرجل الكبير ويغنوها في التاكسي وفي الأوتوبيس وفي الرحلات وفي المراكب، هو ده النجاح. هنرجع نكمل كلامنا بس نروح لفاصل. يلا فاصل وراجعين. رجعنا لكم مع النجمة لطيفة منورانا. حبيبتي عايشك. الندم مساحته ايه في حياتك؟ بكره الندم. ما تندميش. في حاجتين يا عيشة ما بحبهمش، لا الندم ولا العتب، العتاب يعني. لا بحب عاتب حد ولا احب حد يعاتبني، اوكي؟ ولا بحب الندم خالص. ليه؟ انا بتعلم، بندم جوايا، عارفه؟ يقولك بيندم في سره، انا بندم في سري. بتتعلمي وخلاص. بتعلم، بحب اني انا لو حاجه انا ندمت ان انا عملتها اعاقب نفسي بنفسي. طب خلينا نندم على ندمتي على ايه؟ هقولك حاجه، انا ندمت مثلا، هي حاجه بوزيتيف يعني، اني انا ما عملتش السينما لما اتعرض عليا اول ما جيت مصر. كنت بيكي قوي، فاللي هو ايه، لا ما اعملش ده، لا استنى، لا مش عارفه. كنت خايفه؟ بخاف جدا ودايما ببص لبعيد، وساعات بقول كويس ان انا ما عملتش، لان لو عملتها ما كانتش تكون خطوه. كمان ندمت اني انا ما عملتش دراما بدري. يعني كنت حاسه انك ممكن فقدتي تاريخ كان ممكن تصنعيه طويل في الدراما؟ اعتقد كان لازم اعمل مسرح غنائي اكتر والدراما اكتر، كان لازم، لانه قد كده الحكايه دي ممتعه يعني. انا من كتر ما بحب المسرح الغنائي، دبلومتي في الاكاديميه والاساتذه كلهم طبعا عارفين اني انا عملتها عن المسرح الغنائي، داود حسني، عن زكريا احمد سيد درويش، عن الاوبريتات الغنائيه اللي اتعلمنا منها كلها. فانا بحب المسرح الغنائي قوي يعني. ايه الحاجه اللي اتعرضت عليكي في البدايه ورفضتيها؟ عمل تائه بين السماء والارض، كان في فيلم للكاتب الكبير حسين عبد القدوس، اتعرض عليا من التلفزيون وقتها، تلفزيون مصري، وما اعرفش اتعمل ولا ما اتعملش، لانه دليل ان هو ما كانش هيكون حلو يعني. وايه كمان؟ إيه لا تاني؟ حاجات كتير مش عايزه اقول يعني. اتعرض عليا كمان بيوجرافي بتاعت الفنانه الكبيره اسمهان، لان انا اول ما يمكن اول مره اقول الكلام ده، بس هي عيشه بتخلي الواحد ايه تعتمبش كده وتطلع حاجات يعني، تخلي الواحد يقول حاجه. يتعرض عليا ان انا اعمل قصه حياه اسمهان بكل ما فيها من حاجات، انا رفضت، خفت، ما ندمتي؟ ما بحبش اعمل لا ما ندمتش خالص، لا. طب اقول لك كذا حاجه وقولي ندمتي ولا لا. ندمتي على كلمه سر المسلسل؟ خالص، ده انا طايره بالفرحه بكلمه سر، مع اني ما خدتش فلوسي لغايه دلوقتي. هو فعلا ما عنديش مشكله. ما خدتيش اجرك؟ لا حرام، المنتج حصل له مشكله مع القناه اللي عرضت، اللي هي الناس كلها بتعرف الحكايه دي، والمنتج نفسه لغايه دلوقتي والممثلين اللي معايا ما حدش خد اجره لغايه دلوقتي. في ناس بتقول انك شريكه في الانتاج، في انتاج العمل ده. يا ريت. عشان كده دخلتي في الكاست ده، صحيح؟
خالص. لا 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 خالص. ما انا لو شريكه هروح انتج، ما انا بنتج البوماتي فقط. الحاجه الوحيده اللي عملتها في حياتي كانتاج هي كل البوماتي من يوم ما ابتديت اغني ليومنا ده دايما بنتج شغلي اوديو فيديو. يمكن انا المطربه الوحيده اللي تملك ما تغني هي انا اعتقد. يعني ندمتي انك اديتي البوم واحد من البوماتك لعالم الفن؟ انت عندك كل البوماتك الا البوم واحد ملك عالم الفن. تصدقي حاجه ما تروحش بعيد، انا عمري ما ندمت على الموضوع ده. ليه؟ لانه اولا المنتج الكبير محسن جابر انا بحييه وبحترمه وبحبه جدا، قرفت الالبوم وصلتنا للورد ميوزك اوورد، انا رحت خدت جايزه عالميه على ما تروحش بعيد، وهو اهتم جدا بتوزيع الالبوم وحتى بتصوير الكليب. يمكن فيديو كليب ما تروحش بعيد من اغلى الفيديو كليبات اللي كلفت في حياتي، وهو الاستاذ محسن كان كريم جدا وكان لارج جدا وصرف عليه كويس قوي، وعشان كده الغنوه نجحت يعني والالبوم نجح. مش ندمانه خالص بالعكس. طب كنتي محتاجه شركه عشان تروحي للميوزك اوورد؟ لا، وقت البوم ما تروحش بعيد كانت الدنيا راحت من الانالوج للديجيتال، فاحنا انا ودورس طبعا ابتدينا مع بعض ننتج من البوم اكتر من روحي بحبك. لما جت الدنيا قلبت بقى موبايلات ودنيا وديجيتال ويوتيوب وانترنت وكده، كنا لسه خبرتنا لسه عايزين نعرف العالم ده ايه، فكنا محتاجين حد داخل. فكان الاستاذ محسن كان شركه كبيره، هو وشركه كبيره، هو اول واحد يعمل الموضوع ده، فكنت محتاجه فعلا حد يكون ليه خبره في الحكايه دي، واعتقد ان احنا فكرنا صح لما ادينا له الالبوم ده جدا يعني. طب خليني ادور كمان، ندمتي على تقديم اغنيه شعبيه مع احمد شيبه؟ خالص بالعكس، هو فعلا كان في حد تاني مرشح للاغنيه دي او ممكن عايز يغنيها؟ هقولك حاجه، هو شيبه جت بالصدفه، انا داخله اسجل في الغنوه انا وعصام كاريكا. ايه دنيا غامقه ومش فاتحه، ودخلنا كده نسجل، فبعدين قعدنا نفكر كده، قال لي بقول لك ايه، ما تحبيش شيبه يقول معاكي جمله في الغنوه دي؟ قلت له بالعكس، ده انا بموت في صوته، بحب صوته بحب احساسه جدا. كان شيبه وقتها لسه عامل اهلا ولعبت يا زهر، فانا بحب انا صيفت باهلا ولعبت يا زهر، يعني كنا عشان كامل عايشين بالغنوه دي طبعا. بس عشان كده في ناس قالوا ان لطيفه تستغل نجاح احمد شيبه. انا مش محتاجه استغل نجاح اي حد، انا ناجحه والحمد لله، صح ولا ايه؟ مش كده برضو ولا ايه؟ لا انا مش محتاجه اي حد. بصي انا بنجح باعمالي فقط لا غير، انا ما بعملش اي حاجه عشان انجح غير ان انا اعمل غنوه حلوه الناس ترددها، الملايين يرددوها ورايا يعني. فجه شيبة فقال لي كاريكا شيبة ممكن أطلبه؟ قلت له أهلا وسهلا، يا ريت ما تجيبه خليه يجربها معايا يلا. والله العظيم ده اللي حصل فعلا في الاستوديو، فإحنا كده كلم شيبة، الحمد لله طلع مش في اسكندرية، هو عايش هناك، فقال له ده أنا هنا في قريب منكم أنا في الجيزة وكذا، قال له تعالى تعالى عايزينك مع لطيف، قال له لا ما تهزرش ده أنا بموت في لطيفة، ومش كان فرحان قوي الحقيقة يعني. وجه ودخل، فانا فرحانه بيه عايزه، قلت له عايزه اسمع طعم الغنوه دي بصوتك يطلعي ايه. دخل وقعد يقول في الغنى، قلت له هي كده هي مكتوبه لك بقى، تعالى بقى خليها زي ما هي، وفعلا ده اللي حصل يعني. ممكن تكرري التجربه؟ جدا. طب لو جداً. كررتيها مع مين؟ انا مش عارفه، بس انا اعتقد في واحد كده في بالي وبقالي فتره حموت اغني انا وهو في كذا بلد مش بس في مصر يعني، في عندنا مطرب جامد جدا في تونس اسمه الهادي حبوبه. طبعا انا بموت في صوته بحب صوته، ومن كتر ما بحب صوته انا غنيت له غنوه اسمها خلوهولي. هنا في مصر في اصوات كتير حلوه قوي يعني، من الاصوات اللي بحبها بحب الليسي جدا، وبحب ثقافته الموسيقيه الليسي. يعني ممكن نستنى اغنيه مع ليسي؟ ممكن ممكن. مشروع؟ ليش لا، ليه لا. انا بصي انا بحب الفنان اللي بيقدم فن حلو، ممكن. بتحبي لليسي ايه؟ ايه الاغاني اللي عاجباكي في بومبوناية ملبساية؟ بحب غناه، بحب طريقة غناه، بحب
في أغنية سمعتيها وندمتي إنك ما غنيتهاش، تعرضت عليكي وكانت لحد غيرك وقلتي يا ريتني غنيت الأغنية دي بعد ما نجحت أو حبيتيها بعد ما سمعتيها عند غيرك؟ كتير كتير. جاني فوزي إبراهيم الكاتب الكبير اللي أنا بحبه وأخويا، أنا بعتبره هو صحفي وشاعر عظيم، يعني إحنا دلوقتي بنعمل حاجة سوا أنا وهو يعني. وأنا وقتها كنت عاملة أصالحك وماله ومكسرة الدنيا مع الأستاذ عمار الشريعي والأستاذ عبد الله محمد، أصالحك وماله. فجاني وجاب لي غنوة أخصمك أصالحك مش فاكرة، أصالحك أخصمك لا، حاجة كده، أخصمك أسيبك لا، أسيبك لا. فقلت له يا فوزي أنا غنوتي مكسرة الدنيا نفس الموضوع، لكن أنا لما غنيتها نانسي أنا عشقت الغنوة بصوتها، أنا بموت في نانسي وبحبها جدا على مستوى الشخصي ومستوى الفني وبحب صوتها جدا بجد. تحية طبعا لنانسي، ودي من الأغاني اللي صنعت نانسي. لا هي عملت بعد كده أغاني كتير كمان ناجحة، ده دليل هي فنانة جامدة يعني. كانت من أول الأغاني اللي علمت مع الناس. صح مظبوط. طب إيه كمان؟ أنا طماعة. لا في كم غنوة بس لا بلاش عشان أنا ما غنيتهمش، فخلاص يعني هما حلوين بأصوات المطربات يعني. البرنامج حكايات لطيفة. ليه كله رجالة؟ البعض بيقول ممكن دي نفسنا على المطربات. ايه نفسنا؟ خالص، ده المطربات حبايبي كلهم اصحابي. لا بالعكس، لا هي فكره، هي الفكره انه كانت جايه من كل فريق العمل بما فيهم الانتاج والاعداد، وانه لاول مره فكره انه تبقى لطيفه هي المطربه الوحيده وكله مطربين، عشان كمان احنا حبينا انه فكره الاعداد انه يتعمل ديو من الزمن الحلو، من الافلام الغنائيه الرائعه اللي كلنا تعلمنا منها يعني. فهم حبوا انه يكون مطرب ومطربه، لانه صعب تلاقي ديو مطربتين. انا قلت لهم فكره ليه لا، لكن اكيد يمكن سيزون 2 ابقى مطربات بس مثلا ولا ايه، او يبقى مختلط يعني بالعكس. لا وانا قبل كده عملت برنامج وكانوا فيه مطربات بالعكس. لطيفة اتكلمنا كتير، نغني حاجة؟ يلا يا ريت. يلا يا مايسترو نقول أحلى حاجة فيا. أوكي.
رجعنا لكم مع النجمة اللي منورانا لطيفة من حبيبتي. أهلا وسهلا لطيفة. دلوقتي معنا تصريحات ليكي أو عليكي. أقول لك التصريح تقولي لي مين في الصورة. ماشي. قال عنك المفروض نطلق عليكي اسم البهجة. يا عمر الله يرحمه، ألف رحمة على روحه طبعا، الفنان الكبير الأستاذ أحمد زكي. طب خلينا نشوف الصورة. أنا بموت فيه الصورة. يلا. يا قلبي فعلا أحمد زكي بحبه قوي. والفنانة شادية كمان قالت نفس الكلام. الله يرحمها. الله يرحمهم الاثنين. الله يرحمهم فعلا. انت عارفة يا عيشة اني انا لما خدت الجائزة العالمية في لاس فيغاس اقسم بالله ما انسى اليوم ده. اول واحد وانا خلاص خلصنا الحفلة ورجعت الاوتيل وفرحانة ببص كده على الجائزة ومين اول واحد كلمني؟ الأستاذ أحمد زكي. أنا أول مرة أقول الحكاية دي. كلمني الأستاذ محمود موسى، محمود الصحفي، قال لي الأستاذ أحمد عايز يكلمك لقيته بيكلمني وبيبارك لي مبروك مبروك حلو قوي. يعني ده فنان رائع الله يرحمه. بموت فيه. الله يرحمه. ليكي ذكريات معاه؟ حاجات تفتكريها له كده؟ حاجات كتير بفتكر له طبعا. كنا بنتقابل كتير في مناسبات عامة وكده. لا مرة قبل ما يتوفى يمكن بفترة كده شهرين ثلاثة يمكن كلمني هو محمود وعد عليا قولي على البيت. وقتها قال لي لطيفة انت كان لازم يسموكي، كان خارج مستشفى وجيه وكان بيسمحوا له ان هو يخرج مش عارفة كم ساعة يلف كده يتفسح هو ومحمود موسى. محمود على فكرة صحفي رائع جدا 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 وكان تقريبا على طول معاه يعني. جون يزاروني في البيت وقعد معايا يحكي وكده قال لي انت بتدي كده طاقة إيجابية وتفاؤل للواحد. يوميها قال لي انت كان لازم يسموك البهجة مش لطيفة يعني. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. على السوشيال ميديا بتتابعي غادة عبد الرازق وهي كمان بتتابعك وبتتفاعل معاكي. طبعا من الفنانات اللي انا بحبهم جدا جدا غادة عبد الرازق بموت فيها بحبها قوي. هو فعلا كان في مسلسل قدمته غادة عبد الرازق كان المفروض يكون ليكي؟ لا مش صحيح ما اعتقدش يعني ما... لا مش صحيح طبعا. انا يعني انا اروح فين من غادة؟ غادة ممثلة عظيمة جدا وممثلة كبيرة وانت كمان ممثلة عظيمة يعني الحمد لله. يعني انا بس انا الكارير بتاعي مش بس تمثيل يعني. الفنانة غادة عبد الرازق فنانة كبيرة جدا. طب الاشاعات دي بتيجي أول منين يعني؟ مين بيألف الاشاعات دي؟ بتيجي منين الاشاعات؟ مش عارفة يعني. لا اللي بيألفوا اشاعات كتير. هما بيقولوا ما فيش دخان من غير نار. ما يمكن في مسلسل كده كان ممكن تعمليه انت وعملته هي؟ ما اعتقدش. لا كنت عرفت لكن مش صحيح. لا. طب مين من الفنانات التونسيات اللي نجحوا هنا في مصر بعلاقتك بيه قوية وكويسة؟ تقريبا كله يعني. هند حبيبتي جدا وبحبها كممثلة جدا. درة حبيبتي جدا وبحبها جدا كممثلة. عايشة بن أحمد قاعدة بتعمل خطوات حلوة جدا. ساندي بحبها قوي. فريال فريال يوسف. هو احنا ما شاء الله التوينسة يعني واخدين لا لانه كمان هم ممثلات ليهم بصمة حلوة يعني. قال لك يا لطيفة اللي بيحب الحياة تحبه. طبعا اكيد. عرفتي مين؟ الأستاذ بليغ حمدي. خلينا نشوف الصورة. يلا. الصورة فعلا يا عمري بليغ حمدي. هو فعلا كان هيغمى عليكي لما شفتيه اول مرة؟ انا اعتقد اغمى عليا وصحوني. انا كنت اول ما اجي مصر وكنا جايين في اجازه نص السنه فعزمنا ابن الموسيقار محمد عبد الوهاب وعرفوا اني انا مطربه ناشئه في تونس لسه يعني بغني كده في البرامج وفي المهرجانات وكده. فعزم الاستاذ بليغ من غير ما يقولوا لي فانا ما اعرفش يعني لسه. فبسلم كده بسيط كده نهار اسود ده الأستاذ بليغ حمدي بسيط كده. قعدوا يضحكوا. احنا قال لي انا سمعت عنك انك انت بتغني وانه صوتك حلو ومش عارفه ايه. طبعا انا خلاص كان مغمى عليا خلاص واعتبريني يعني شبه ميته يعني. بس فقال لي يلا يا لطيفه عايز اسمع صوتك.
عرفتي تغني؟ ما عرفش حصل فيا ايه يوميها، بس عايزه اقولك ان انا روحت كلمت الحي كله، الناس البيت واهلي واخواتي والدنيا، انا شفت بليغ حمدي النهارده وقال لي لازم تيجي تعيشي في مصر وتدرسي موسيقى وكده، وده اللي حصل يعني، الدنيا بتجري اهي الحمد لله. اهم نصيحه قالها لك بليغ حمدي ولسه في ودانك؟ هو نصحني كتير، هو بصراحه هما الاثنين، هو الاستاذ عبد محمد كان معتبرني مش بنتهم، كانوا معتبرني انه دي اللي احنا بنهتم بيها، بالذات الاستاذ عبد محمد. الاستاذ بليغ قال لي مره حاجه وقالها على الهوا في اذاعه الشرق في باريس، قال عايز ابعت رساله لطيفه، ده قبل ما يتوفى بفتره يعني مش كتير يعني، لما كان عايش في باريس يعني. قال عايز اقول لها يا لطيفه اوعي تفتكر ان الناس كلها زيك وتعامليهم على قد ما كنت هبله يعني، قد ما كنت طيبه يعني. لا انت لسه قد ما كنت ان انا بعامل الناس بطيبه كده وعارفه على نيتي يعني، فهو كان دايما بيحذرني من الحكايه دي. وقفتي جنبه في ازمته الشهيره لما كان عايش في باريس، زرتيه؟ زرته تاني يوم، اول يوم سافر فيه باريس رحنا له تاني يوم انا واخويا، وكنا مجموعه كده 4 انفار، رحنا له دايركت، رحنا له وقعدنا معاه وقعدنا نخرجه بقى ونروح ونتعشى ونقعد، وهناك في باريس عمل لي مثال جمال. خلينا نشوف التصريح اللي بعده. يلا يلا. قلتي عنها حبيبتي جدا وقلبها ابيض وبتعاتبني بمحبه. بتعاتبني بمحبه؟ مين فيهم بقى؟ مش عارفه. هو انا هما كتير بيعاتبوكي بمحبه؟ اعتقد كده. يمكن، مش عارفه مين. خلينا نشوف مين. يلا الصوره. حياتي بصي بحبها، احلام احلام روح قلبي دي، طبعا طبعا بحبها جدا. ما زعلتيش منها؟ لا لا خالص، لا ما زعلش من احلام، احلام بموت فيها وبحبها. ايه المشكله اللي حصلت ما بينكم؟ وعشنا مواقف كتير جدا مع بعض يعني، انا بروح لها البيت وتجيني البيت ونقعد على الارض ونطبخ ونضحك وكل حاجه، لكن لا ما زعلش منها عمري. احلام المشكله كانت ايه؟ مش فاكره اني فيهم بقى. ما كتير. طب خلاص خلينا. مش فاكره والله. والله ما انا فاكره، مش فاكره، يمكن هي بتعاتبني بمحبه. عاتبتني هي؟ عاتبتني وقعدنا وصفت قلبها، قعدنا في المطار كنا متقابلين في اللونج وكده، وكانت هي وقتها عندها مشاكل شويه وقعدنا نحكي وخلاص وصفت القلوب يعني. كانت ايه المشكله؟ لا مش هقول لك، لا 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 مش هقول لك، لا لا هقول لك بعدين في الكواليس. ما ممكن اقول انا. لا ما اقدرش ما اقدرش، لا صعب صعب تتحكي يعني، حاجه خاصه بها هي وبيا وبزميله لينا وكده يعني، بلاش تتقال، خليكي حلوه. طب مين مطربه الخليج الاولى؟ مطربه الخليج الاولى هقول لك حاجه، بصي ما انت عندك كذا مطربه في الخليج ليهم بصمة كبيرة يعني، أحلام ونوال أهم مطربات تعرفها من الخليج في عصرنا ده. طب نسمع حاجة خليجي؟ يلا. اللي حاسدني عليه وده حبيبي اللي تبيه، باختصار أنا اللي فيه معجب وفيني انعجب، زد على نارك حطب. ياللي حاسدني عليه وده حبيبي اللي تبيه، وباختصار انا اللي فيه ومعجب وفيني انعجب، زد على نارك حطب. رجعنا لكم مع النجمة اللي منورانا لطيفة حبيبتي. نشوف التصريح اللي بعده. يلا يلا. قال عنك نبرة صوتها تجعلني أشعر بالرغبة الموسيقية العارمة التي تلهمني الألحان. العظيم زياد رحباني اللي بشكره جدا على هالكلام بجد. نشوف الصورة. زياد الرحباني يعني أنت جبتيلي من أقرب المبدعين اللي فعلا أثروا فيا من جوه قلبي، أستاذ بليغ حمدي والأستاذ زياد رحباني،
إذا تمنيت يوم أغني ألحان حد فهو زياد رحباني وبليغ حمدي. يعني زياد رحباني عملت مع ألبوم ودلوقتي بنجهز في ألبوم تاني إن شاء الله، وسعيدة جدا بكل ما قدمنا من أغاني يعني جدا. يعني إيه الأغنية اللي حابة تغنيها من ألحان زياد الرحباني اللي أدندنها؟ يعني بصي، في غنوة احنا عملناها نجحت قوي وكانت أغنية المرحلة، اللي هي لأنه أم اللي بعيد مطرح منك ساكن، مش همي يكون طابق منه آمن، مشتاق شوفك لكن ومعقول يضل قلبي معلق بالمناطق والايام تمر وشارع منو رايق وموضوعي باقي عالي عالي الله الله. بتشوفي صراحة زياد الرحباني ازاي؟ هو صريح جدا في آرائه تجاه الفنانين. أصله لو ما كانش صريح مش هيكون زياد رحباني، هو طول عمره كده من بدايته من بس أول. بس أحيانا لدرجة التصادم مع الآخرين؟ طول عمره كده، طول عمره صادم، هو طول عمره هو ده زياد يعني، ما في الواحد يحاسبه لأنه طول عمره هو ده رأيه، بيقوله بكل قوة وبكل حدة وبكل بيقول اللي هو حاسه. معروف زياد كده يعني، حتى في مسرحياته في أفلامه في حواراته ما عندوش مشكلة. طب سمعتي اللي قاله عن أصالة؟ سمعت اللي قاله على كذا حد، عن كذا فنانة وعن كذا فنان، وما أقدرش ما عنديش تعليق عليه لأنه هو ده قناعته، ما نقدرش ان مش هحكم، بس ده رأيه هو. في يعني في حد قال قبل كده على لطيفة صوتها مش حلو؟ في طبعا اكيد في، انا مش فاكره بس اكيد في، فعادي ما عنديش مشكله انا حد يقول لي ما يعجبنيش صوتك، عادي هو حر. طب لا يعني لو سمعتي يعني حد بيقول الصوت لطيفه مش عاجبني عادي؟ ما عادي جدا جدا، ما بزعلش لا خالص. مين الاصوات اللي ما بتعجبش لطيفه؟ اللي بتغني مش من قلبها. يعني الاحساس مهم بالنسبه لك؟ طبعا. ممكن الصوت يكون حلو وما يكونش فيه احساس فما كتير، ويبقى مساحة مثلاً أكتافين ثلاث أكتافات وما فيش إحساس. طب زي مين؟ لا مش هقولك مين، لا مش هقدر أجرح في حد، بس في أصوات كتير موجودة. وأنا الفنان ده أو الفنانة دي لو ما سمعتوش وجسمي أشعر ما أقدرش أسمعه تاني. نشوف التصريح اللي بعده. يعني قلتي عنها ليست مطربة وما ينفعش أستضيفها في برنامج غنائي. ده تقال علي ان انا قلت عليها. يبقى ما قلتيش؟ لا، هيفا. بصي انا بحب هيفا جدا على مستوى الانساني. خلينا نشوف الصورة. انت جدا هيفا اكيد هم الصورة. قالوا احنا كنا عاملين برنامج هيفا. كنا عاملين برنامج طربي غنائي فيه طرب. هيفا نفسها بتقولك انا ماني مطربة مطربة طرب يعني. لكن انا ما قلتش لانه القرار ما كانش بايدي، مش انا اللي بجيب الضيوف، في قناة وفي إعداد وفي إنتاج وفي، لكن أنا من أكتر الناس اللي بحبها الست دي. لو اتعمل موسم تاني من لطيفة ممكن هيفا تبقى حكايات لطيفة؟ حكايات لطيفة ممكن هيفا تبقى. أقولك حاجة، لو اتعمل بشكل استعراضي وفيها غناء دويت يعني هتغني معها؟ ليه لا طبعا، لو غنت حاجة لسعاد حسني حاجة لايقة عليها ممكن. طب انت شايفه ان هيفا نجحت كممثله او كمطربه؟ جدا كممثله نجحت بشكل رائع يعني اكتر. لا هي كمان مش مطربه، هي ليها لون غنائي، هي ليها لون، تسمعي الغنى تعرفي ان دي هيفا ودي كفايه، دي بصمه مهمه. لكن كمان في المسلسلات نجحت بشكل حلو وفي الافلام. مين يعجبك من مغنيات او مطربات او فنانات لبنان اللي بيعتمدوا على الشكل غير هيفا؟
شكلها حلو وبتعمل حاجة حلوة وخلاص. أنا بحب سيرين، سيرين عبد النور بحبها. سيرين عبد النور بحب طريقة غناها وتمثيلها و... وهي ليها شكل، ليها كاركتر، و... و... ومثلت حلو جدا سيرين جدا يعني، وغنت حاجات لطيفة وحلوة يعني. بس مش مطربة أو مطربة؟ لا ما تقولش مطربة، مطربة الطرب لا، بتغني حلو. سعاد حسني من أحسن ممثلات اللي مثلوا وغنوا، تعتبريها مطربة؟ لا. يعني بالنسبة لك هيفا وسيرين مغنيات؟ ممكن. نشوف التصريح اللي بعده. الصورة دي قلتي عنها كلام كتير جدا. ها بس أنا حواريكي الصورة يلا وبعدين نعلق. يلا أوكي. الصورة يا روحي دي كان لازم تكون أول صورة. خلينا مسك الختام نختم بحاجة حلوة. فتومتي الغالية أمي طبعا حبيبتي، أنا لا أسوأ شيء من غيرها ولا شيء حبيبتي. ربنا يخليها لك وربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب. شايفة أنها قدرت تأدي دور الأب والأم خصوصا جداً. أن والدك الله يرحمه توفى وأنت في سن صغير كان عندك 13 سنة صح وأقل حتى. طبعا أمي تعبت قوي في حياتها وعشان تربينا كلنا، تعبت جدا واستحملت وقوية، دي من أقوى الناس اللي شفتها في حياتي أمي. أخدتي حبيت. منها إيه؟ كل حاجة أعتقد أن أنا نسخة منها في كل حاجة، كتير خدت منها كتير جدا، مع أني وأنا صغيرة كنت قريبة من أبويا، أبويا كان دايما دلعني لكن ابتديت يعني أنضج كده حسيت قيمة أمي أكتر بكتير. وتبقي ضعيفة جدا لما تكون بعيد الشر عنها تعبانة وبتلغي كل حاجة وكل شغل وأي حاجة. أقل حاجة ممكن أعملها، أقل حاجة ممكن أعملها لها إن أنا أكون عند رجليها لغاية ما تخف وتقف، والحمد لله ده اللي حصل. ربنا يحميها ويخليها لي يا رب. إيه الرسالة اللي عايزة توجهيها لأمك؟ ربنا يخليها لك وربنا يديها الصحة. أمي شوفي، أمي لو هوجه لها رسالة فبوجهها بالنفس اللي أنا بتنفسه، لأنه أنا من غيرها ولا حاجة، مسواش أي حاجة من غير أمي بجد. أقول لها شكرا، أقول لها أنت علمتيني الالتزام وعلمتيني أن أنا أكون دؤوبة في حياتي وعلمتيني أن أنا أحترم الفن جدا وأني أنا ما تهونش في 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 اي حاجه بقدمها في الفن، و وعلمتيني انه الدنيا دي تاخذ الدنيا غلابه. امي عانت قوي وتعبت قوي و فعلمتني انه اي حاجه عايز تحققيها اتعبي عليها هتجيلك، علمتني كتير امي كتير، ربي يخليها ليا يا رب. ربنا يخليها يا رب. لطيفة العيلة بالنسبة لك؟ العيلة سند، العيلة طبعا سندك ومرايتك الحقيقية يعني، مش هيجاملوكي. أنا عندي إخوان وإخوات نفسي يجاملوني مرة في حياتي أبدا، حاجة وحشة إيه ده؟ لا 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 وحشة قوي، طب بالراحة عليا حسيسي كده لا طخ على طول. ما اخواتي ما بيجاملوش وخالص خالص، وتقدري تقولي يعني مش قاسين، لكن اللي هو مش مسموح لك تغلطي في اي حاجه بقى. طب الحب في حياه لطيفه هو العيله الاول، هو الام، هو الاهل، هو الوطن قبل كل حاجه، والفن والحبيب والزوج فينه بقى. طب لطيفه اتجوزت كم مره؟ لا انا اتجوزت مره واحده في حياتي، الناس كلها عارفه ده، انا اتجوزت مره واحده في حياتي، ارتبطت لمده 5 سنين او 6 سنين بس. ليه ما تكرريش التجربه؟ هي الحياه الفنيه بتاخد العمر وبتاخد الوقت، وعشان توزني حياتك الشخصيه وحياتك الفنيه في الوطن العربي مش سهل خالص. هو صعب انه الراجل يقدر يستحمل حياه فنانه؟ حياه فنانه ناجحه وحياه فنانه اولويتها هي الفن مش سهل، مش هتلاقي راجل يستحمل كده، حتى لو استحمل فترة مش هيكمل.
يعني مش نكذب على بعض. ممكن تعتزل عشان راجل ولا لا؟ لا الفن كنت عملتها أولوية زمان، لكن لا خالص. فكرتي قبل كده تعتزلي؟ لا, لا مش متاح، عمري ما فكرت في الحكاية دي خالص. دايما أولويتي الفن دايما، لو هيحبني بفني أهلا وسهلا وشجعني ويبقى سند فكري ليا وإنساني أوكي، لكن أنا بموت في الفن وفي شغلي وكده. نسمع إيه؟ وبحر الغرام يا ناس، هغني غنوة أمي اللي بتحبها. يلا وإحنا كمان بنحبها. يلا بينا. ليس هناك مطربة نمبر وان. السيدة فيروز اتولدت رقم واحد وستظل رقم واحد. واو كل دول بيموتوا في ده، مش صحيح. تعملي مسافة بينك وبين الناس؟ مش شايفة حد جنب عمرو دياب بصراحة. آخر قضية رفعتها على مين؟ أولا أن عمري ما غني النظام. هضل على قناعتي غصب عن اللي يرضى واللي ما يرضاش.